اخواتي مرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهاتي. اليوم ان شاء الله فيديونا تاع اليوم راح يوريكم طريقه اعداد الملوخيه بمقادير مضبوطه جدا. اللي عمره ما نجحت مع الملوخيه صدقوني غادي تنجح معكم وتجيكم شهيه ولذيذه جدا. رافقتها بكسره المطلوع، لكن اليوم ما غاديش نوريكم المطلوع، غادي نوريكم الملوخيه. اذا بغيتوا طريقتي في اعداد المطلوع بحليب البودره خلوا لي في التعليقات. مطلوع سريع ولذيذ جدا، واليوم غادي ان شاء الله نتعرفوا على طريقه الملوخيه تاع اليوم اللي هي الملوخيه بمقادير مضبوطه بحول الله. غادي نحتاجوا طبعا الى الملوخيه. انا هنا استخدم هذه تاع الكيس كما راكم تشوفوا فيها 100 غرام لا مارك الذواقه دوكا ولا اسمها الفواحه، هي نفس الشيء. ونحتاج معها الى كاس من الزيت، هذا بالنسبه للملوخيه. اما بالنسبه للمرق فانا غادي نحتاج معاه الى زوج حبات متوسطين، الى حبه كبيره جدا من البصل مفرومه ناعم مع راس تاع الثوم مفروم ايضا. نحتاج الى حبه كبيره من الطماطم مفرومه او حبتين متوسطين من الطماطم، وملعقه من الطماطم المعلبه ملعقه كبيره. نحتاج الى لحم البقر او لحم العجل، هنايا عندي كميه تبقى حسب افراد العائله، يمكن استخدام الدجاج ايضا. نحتاج ايضا في المرق الى القزبر، هنايا قزبر ماشي معدنوس، نحتاج الى القزبر. ونحتاج الى 3 ورق من الورق الغار او الرند. نحتاج الى 2 قرون من الفلفل الحار او 3 يمكن على حساب الحروريه اللي تبغوا، ويمكن الاستغناء عنه لكني انا انصح باستخدامه لانه الملوخيه تجي بنينه كي تكون حاره. اما بالنسبه للتوابل فانا غادي نحتاج الى الملح، نحتاج الى فلفل اسود، نحتاج الى بابريكا حاره، والى لفاح او راس الحانوت العادي. ونمر مباشره لطريقه التحضير بحول الله. في طنجره ثقيله كما هكا انا استخدمت لا كوكوت تاعي باسكو لا كوكوت ساب دي دوبل فون. نتوما استخدموا اثقل طنجره عندكم باش الملوخيه ما تنحرق لكمش بسهوله، وطيب في غردها وطيب مليحه وما تلصق لكمش. استخدموا طنجره تكون ثقيله بزاف. هنا حطيت ملعقتين او 3 من الزيت العاديه، وحطيت البصل والثوم يتقلاو مع بعضهم. بعد ما تقلى عندي البصل والثوم نضيف له ملعقة تاع الطماطم المصبرة، ونضيف له الطماطم المحكوكة، نقليهم حتى هما مع بعضهم، ونضيف الفلفل الحار، انا استخدمت 2 هنايا ايضا، واللحم نقلي الكل مع بعضه. نضيف التوابل، نذكر بها بابريكا حاره، راس الحانوت او التفاح، وقليل من الفلفل الاسود. نضيف ايضا الملح، الملح يبقى حسب الذوق. وفي نفس الوقت راني دايره الماء بجانب هذا الفرن راهو يغلي، لان ناقص الماء اللي نستخدمه من بعد باش نملقو يكون ماء مغلي. دوك الان نضيف اوراق الغار، ونضيف القزبر ماشي معدنوس، قزبر هكا، ونخليهم ثاني
واحد شويه بلا ما وجدنا الملوخيه تاعنا. دوكا هنايا نجيب اي اناء يكون عميق شويه ونحط فيه الملوخيه هذه. نحط هذا 100 غرام 100 غرام من الملوخيه، والماء اللي حطيناه مقدار لتر ونصف الى لترين. انا هنا استخدمت لترين من الماء لاني نبغيها تطيب في غرضها وتطيب لي مليحه. نضيف عليها الزيت هكذا كاس من الزيت ونبقى نخلط فيها نخلطها مليح مليح حتى تندمج مليح في الزيت هكا، ونتخلصوا كاع من الحبيبات هذوك باش يدخل فيها كاع الزيت. نبقى ندخل فيها الزيت هايا. الله اكبر. تحصلنا على واحد المزيج يكون ناعم ما فيه حتى كتل، ما تلقوا فيه حتى كويرات، هذا هو المطلوب. ودوكا نشوفوا المرق تاعنا اذا تقلى مليح مليح نضيفوا عليه هذا الخليط، ومن بعد نضيفوا عليه الماء. خاصه يكون ماء مغلي، انا استخدمت لترين من الماء المغلي باه هكا يطيب لي في غرضه وما ينحرق ليش، ونتحصل على الكميه اللي راني باغيتها. نضيف الان هذيك الملوخيه على المكونات ونتقلاو مليح. مع المكونات وفي الملوخيه كي ديروها ما تسهوش عليها خطره على خطره، خلطوها لانها تلتصق في اسفل وفي قاع الطنجره وتجيكم بنه ماشي مليحه. على خطره على خطره خلطوها باش نتفاداو الاخر. هنا الماء تاعنا راهو غلى، ها هو الماء تاعنا، شوفوا غير شحال الغليان. دوك نجيبه ونحطه على الملوخيه. دوكا راهي قريب تعاود ترجع تغلي. ضفت لها قلت لكم لترين من الماء المغلي على هذاك الخليط، ونخلطوه مليح باش ما يبقالناش كشحال صار ملتصقه من تحت. ومن بعد نغطوا عليه وخطره على خطره نحركوه. وغادي نقول لكم من درك بانه الملوخيه تشد الوقت في الطياب، زعما ديروا حسابكم باللي غادي تشد معاكم الوقت طويل في الطياب. كيفاش نعرفوها طابت؟ حتى نشوفوا اللون تاعها غماق. شوفوا هنا اللون راهو فاتح جدا، حتى نبقاو نشوفوا اللون تاعها غماق. ومن بعد نبداو نشوفوا الكميه تاع الزيت اللي حطيناها تطلع من الفوق، يخرج لنا واحد الزيت اسود هكا. هذاك هو اللون المطلوب، هذاك هو الطعم المطلوب، وهذاك هو الدليل ان الملوخيه طابت. اما الان فهي راهي في الاول تاعها مازال كاع ما طابتش. دوك انا نزيد لها شويه الماء، راني منقصها لها بزاف، نديرو على نار متوسطه تقريبا، ماشي قاويه ماشي ضعيفه بزاف، ونخلطوها خطره على خطره وخطره خطره على خطره. راني نرجع انا وياكم. شوفوا هنايا بعد مرور 10 دقائق تقريبا، شوفوا القوام تاعها كيفاش بدا يتقال، مش كيما كانت شفافه، العناصر تاعها يتمتزج والريحه تاع الملوخيه بدات تطلع ما شاء الله عليها. وهكا ومازال قلت لكم نبقى ونخلطوا فيها من الاسفل للاعلى باش نيفيتو انها تلتصق، نتجنبوا الالتصاق تاعها. هذه هي، ونبقى خطره على خطره نطلوا عليها شويه. هاي الملوخيه تاعنا بعد مرور واحد الساعه تقريبا، شوفوا الزيت كيفاش يطلع على السطح تاعها. هذا ان دل على شيء فانما يدل على انه الملوخيه تاعنا سي بون غادي يطيب بحول الله. هذه هي استخرجت الكميه تاع الزيت من الفوق، دوكا ان شاء الله نشوفوها في صحن التقديم. ها هو هنايا الزيت راه واضح انه طلع من الفوق. هذه هي الملوخيه تاعنا راهي واجده.
إذا كانت هذه هي وصفتنا تاع اليوم الملوخية من الشرق الجزائري. نتمنى إن شاء الله أنها تعجبكم. ملوخية تبسيها بامتياز ما شاء الله عليها، شوفوا الزيت كيفاش طلع فيها وطابت وبنينة، صدقوني واحد الذوق، وبمقادير ومكونات موزونة، مكونات حقيقية ومعايير مضبوطة. إن شاء الله تجربوها وتنجح معاكم. اللي عمرهم ما نجحت معاهم الملوخية، صدقوني بهذه الطريقة غادي تنجح معاكم وتجيكم من ألد ما يكون. ولما نقولوا ملوخية فإننا غادي نقولوا المطلوع. بالطبع أنا هنا درت مطلوع، شوفوا كيف الجاج هايل. تاني غادي نرافق بيه هاد الملوخيه تاعي. اذا عجبتكم الوصفه ما تنساونيش بلايكاتكم وتعليقاتكم، واللي اول مره يشاهدوني اشتركوا معايا وضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد بحول الله. ودمتم اوفياء للقناه ودعموني باش نكبروا قناتنا مع بعضياتنا ان شاء الله. والسلام عليكم.